السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. نعم تفضل. عندي سؤالين. أنا شغال في مجال التداول في البورصة المصرية، وفي حد يعني حد مش مصري يعني حد مستثمر عايز إن أنا أدير له مبلغ من المال، مقابل ان هو ان انا اخد 30% من الربح اللي هيحصل وهو ياخد 70% او النسبه المتفق عليها يعني من الربح. بس هو مشترط عليا حاجتين: اول حاجه هو يعمل لي اختبار، لو نجحت فيها هيعمل معايا الموضوع ده، لو ما نجحتش فيه خلاص. تاني حاجه لو نجحت مشترط عليا ان انا ادفع مبلغ من المال يقدر بحوالي 10,000 جنيه لضمان الجديه، وهو ثقه يعني ما فيش فيه مشكله. فانا ما عنديش مشكله غير في المبلغ ده، بس يعني هل هو حلال ولا حرام؟ لا لا ما فيش، لا ليس هذا هو، ليس محل التحليل والتحريم على هذه الشروط. محل التحليل والتحريم على نوعية النشاط الذي ستبذله أنت، النشاط الذي ستبذله أنت. بارك الله فيك. الموضوع 10,000 جنيه ده نفسه ما فيهوش مشكله؟ لا لا، 10,000 ما فيها مشكله، الكلام عليه ما العمل الذي سيعمل على البورصه. بارك الله فيك. طيب السؤال الثاني بعد اذنك. لو انا لو عرفت مجال التداول ده وعرفت مبلغ من المال مثلا 100,000 جنيه في اسهم شركه الجبنه مثلا، وبعد سنه هبيع الاسهم دي علشان اربح منها، فدلوقتي لو السنه عدت وانا لسه ما بعتش الاسهم يا حبيبي، ما القصه على كده؟ انت بتكلمني كاني مقر للبورصه، لان ليها تحفظات كبيره على البورصه. انا تكلمني كاني مقر للبورصه وانت بتناقشني في انا في اصل الاسهم. اصل الاسهم فيها نظر كبير. لا 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 استطيع المواصله معك في هذا الوقت المختصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا اتفضل. الحمد لله بخير. الله يرضى عنك. سيدنا المنظرون بتاعي يعني قبل فترة عشر دقائق قليلة دي عليه شوية مية، يعني نقط أربع نقط كده في البنطلون، فأنا جيت على نجاسة لمست النجاسة دي بالبنطلون، هل تنتقل النجاسة؟ يعني أنت كنت متوضئًا؟ لا انا كنت رايح، انا كنت نازل الصلاه. يعني انت كنت متوضئا والبنطلون جه عليك اربع نقاط نجاسه ولا ايه بالضبط؟ لا مش اربع، البنطلون جه عليه اربع نقاط كمان طهره، بقول لك لامس نجاسه، لامس شيء نجس نجس، بس نجس جاف، لامس حاجه نكس جافه، هل تنتقل للنجاسه؟ لا 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 لا. رضي الله عنك سيدي. سلمك الله حماده الصعيدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ مصطفى، الحمد لله الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الله يبارك في حضرتك. عندي سؤال بعد إذن فضلك. اتفضل. جزاكم الله خيرا. في معرض تخصيص مباشر للسيارات، فعنده صورة التخصيص كالآتي: إن أنا هدفع مبلغ مقدم والباقي مثلا بيقول لي لو على سنة فايدة 40%، لو على سنتين 80% وهكذا. حبيبي ممكن ترسل لنا صورة العقد؟ نعم ممكن ترسل لنا صورة عقد البيع الذي ستعقده مع الشركة؟
انا ما تعقدت حتى الان، يعني هات انا بس صورة، يعني عرفت صورة المعاملة هات صورة. لا فلسه لا صورتك هات اول. صورة منه، صورة نقرأها ونطلع عليها اللي قربنا من الله نتكلم به. خلاص ان شاء الله. صورة. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ الحمد لله. والد زوجي كان اخد قرض ربوي على سنتين، بس زوجي ما يعرفش غير السنة، يعني بعد ما والد زوجي سدد سنة ولسه سنة. فزوجي دلوقتي عاوز يدفع القرض عشان يدفع عن والده يعني اذى او حرمة القرض، فهل هو عليه اثم؟ ليس عليه إثم. تمام، شكرا. الله يكرمك. يا عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ عبد العزيز. السلام عليكم. تفضل الأسئلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. تفضل. نعم. نعم. أسئلة اليوتيوب عبد الرحمن. نعم. وغفر الله لنا ولك يا أحمد بن منصور. أيوة نرى التعليقات يا أبو إبري، أبو من؟ أبو ابني. بس ما في تعليقات، ما في أسئلة في التعليقات الآن. السلام عليكم. السلام الله عليك ورحمته وبركاته شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. حفظك الله ورعاك شيخنا. وإياك، تفضل. سائل يسأل شيخنا فيقول أن لديه صفحة من الفيسبوك، وهذه الصفحة لها علامة خاصة. هذه العلامة يستطيع الشخص المشتري أن يزود بها أرباح، ولكن سأل البائع وقال للمشتري أنت تفعل بها هكذا، ولكنه كذب وقال لم أفعل بها هذا الشيء. سأله حوالي 3 مرات ولكنه رفض وكذب وقال لا. فبعد بضع أيام علم أن هذا الشخص يستخدمها أو يبيعها لأناس يستخدمونها في تزويد الأرباح. وتزويد الأرباح لا يخفى عليك شيخنا أن هذا ليس من حقه، بل إن يزود في هذا الأرباح من هذه الأرباح أنها سرقة. يعني السؤال بس، يعني عفوا بس يعني انا مش الدقائق اللي انت تتكلم فيها مش فاهمها، لكن اجمال القول انه كذب. نعم شيخ، خلاص كذاب. لا يا شيخ، اقصد ما حكم البائع شيخنا؟ بائع ليه؟ مش فاهم. باع فلوس، اتت له فلوس زائده عن حق الصفحه، وان لم يبيعها لهذا الشخص لن تباع هذه الصفحه. اعتذر عن الجواب، غير مستوعب تماما. يسأل ما حكم التيمم على الحائط؟ إذا كان على الحائط تراب لا بأس بذلك. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فتيمم على الجدار عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا بعد كم يعني قبل ما التزم ب5 سنين كده، كنت بصلي دايما الفجر بعد الشروق، وباقي الصلوات كنت بصليها بس ساعات ايه ممكن في صلاة تخرج عن وقتها. فانا دلوقتي اقضي صلواتي ازاي؟ عفوا، يعني انت كنت تترك بعض الصلوات ام تتركها حتى يخرج وقتها وتعيدها؟ يعني انا كنت في من اول الظهر لحد العشاء كنت يعني اغلب ظني اللي انا فاكره ان انا كنت بصلي، بس كان ممكن في يوم من الايام اقصر في صلاه. يعني انت شاكك انك تركت بعض الصلوات؟ نعم. تشك انك قد تكون تركت بعض الصلوات؟ ولم اقضيها. يعني اقضيها الان، اقضيها الان خلاص. بس انا مش فاكر عددهم ولا فاكر. زود شويه من ناحيتك. ايه؟ زود شويه، زد بعض الشيء من ناحيتك. طب ماشي، والفجر اقضي نفس الشيء الذي فاتك اعده في اي وقت.
طب يعني انا قصدي ان هو انا كنت بصلي بعد الشروق، ده يعتبر قضاء ولا لا ده يعتبر يعتبر وقت يعتبر الوقت قضاء، خلاص؟ لكن تأثم على إذا كنت متعمدا، لكن عموما أعد الصلوات التي فاتتك. شكرا. الله يكرمك، بارك الله فيك يا أحمد حميدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله كيف يا شيخ، أنا بخير؟ الحمد لله، تفضل. الحمد لله، الحمد لله. شيخ، أنا عندي سؤال. أخي اشترى دكانا في سوق تابع للبلدية، ويريد بيعه منذ مدة اشترى، ولم يعمل فيه، يعني بقي مسدودا ويريد بيعه الآن. ما حكم يا أخي؟ أنا من يعني أخوك اشترى مكانا من البلدية، نعم، وبعد ذلك ما الذي حدث؟ اشتراه منذ مدة ولم يعمل فيه، يعني بقي المحل مسدودا والآن يريد بيعه. يعني لم ي... يعني أخوك اشترى مكانا من البلدية كي يعمل فيه محلا، أخوك ترك العمل في المحل، اتخذ مسجدا، هو يريد بيعه الآن. يعني هو كان، نعم، يريد بيعه. هل كان أوقفه كمسجد لله؟ لا لا، ليس مسجدا. يعني هو لم يكن أوقفه، لكن الناس لما وجدوه فارغا صلوا فيه. لا 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 لا، لم يصلوا فيه، بقي مسدودا، بقي مسدودا منذ أن اشتراه، بقي مسدودا حتى الآن يريد بيعه. يعني هو الآن، بس صبرا يا أخي فهمني بس، الله الله يحفظك، فهمني. هو اشترى المحل، كان دكان في الأصل، محل هو اشتراه، هو الذي خص وأوقفه مسجدا، ولا إيه بالضبط ماذا حدث؟ اشتراه وبقي مسدودا، لم يعمل فيه، لم يتاجر فيه، بقي مسدودا. هو كان مسجد من الأصل. لا لا لا، ليس مسجد، اشتراه في السوق، في السوق تابع للبلدية. طيب، على العموم الذي فهمته من سؤال الأخ أن أخاه اشترى محلا من البلدية وكان يريد أن يعمل فيه، ما عمل فيه، لكن الناس صلوا فيه، بعد مدة يريد بيعه، له أن يبيعه لأنه لم يوقفه. شكرا، بارك الله فيك يا بلقيس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، إني أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. لي يا شيخ أحد أقاربي، هو يعني يا شيخ يستمع إلى مقاطع الأشاعرة وهكذا، فدخل القول في قلبي. بعد ذلك جئته بالأدلة في السماء، وجئته بأدلة كثيرة، وأقوال الصحابة والتابعين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، فقالت الجارية في السماء. فكتبت كل هذه الأقوال ولم يستطع الرد، ولكنه يعني لا يقبل. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين. بس، بارك الله فيك يا محمد ابن عبد الفتاح. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك كنت عايز أسأل عن قضية طلاق شفوي، أنا طلقت زوجتي 3 مرات شفوي، وعايز أسأل على حكم الطلاق دي. قلت لها أنت طالق صريحة؟ قلت انه والدتها بنتي طالق في التليفون ساعة غضب، وما كانش عندها نية للطلاق، وتاني مرة يعني ساعة غضب، يعني فقدت التحكم في نفسك ولا ايه بالضبط؟ كان ساعة غضب شديد، و يعني غضب شديد وصل بك إلى فقدان التحكم في نفسك، أو أنت مالك نفسك؟ لا، ما خدتش مالك نفسي، وكنت باخد علاج شوية كده للاكتئاب وكده والقلق، بس قلت مبطل العلاج، فكان له اثار عليا نفسيه جامده يعني. على كل، اذا قلت انت طالق وانت تملك امر نفسك وتعي ما تقول، الطلاق واقع. اذا كنت خرجت عن شعورك، فقدت التحكم في نفسك، الطلاق لا يقع، هذا على الاجمال. الله يكرمك. لحم الابل، هل ورد عن النبي انه اكل ثم توضأ بعد الاكل؟
لم يرد كفعل عن رسول الله، لم أقف على فعل، لكن ورد أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأ من لحوم الإبل، هذا الذي ورد، لكن هو نفسه فعل لم أقف على أي إسناد بذلك. والخلاف في الوضوء من لحوم الإبل قائم، ومن أسبابه الاختلاف في صحة الأحاديث أو في نسخها، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع الصوت شوية، الله يستر عليك. مولانا الكريم تفضل. دلوقتي حضرتك أنا صلاة الفجر بسمع الأذان كل يوم، بس أنا ما أقدرش أطلع أصلي، علي وزر ولا حاجة؟ لماذا؟ والله لبعض المطاردات يعني. نعم؟ لبعض المطاردات. المطاردات؟ المطاردات الأمنية يعني. نعم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. جزاكم الله خير. حياك. هل من استيقظ لصلاة الفجر بعد الشروق هل يجب عليه الأذان؟ لا يجب. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ أشكلت علي مسألة نحو قضاء الصلاة. تفضل. صديق لي استيقظ بعد أذان العشاء. وكان عليه العصر والمغرب، وصلى المغرب والعشاء، فصلى العشاء ثم المغرب، وأراد أن يجعل العصر مع عصر الغد، أخطأ، لأن النبي قال من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. نعم. فهل يعيد الصلوات بالترتيب أم يصلي العصر فقط؟ يصلي العصر فقط. أحسن الله لك يا شيخ. وياكم. لدي، هل يشرع الجمع قبل قطع المسافة المطلوبة للقصر أو الجمع؟ وأنت في طريق السفر؟ لا، قبل السفر. لا يعني الجمع في البيت يعني ولا إيه بالضبط؟ نعم، جمع تقديم إذا علم أنه قد يفوت، والأم يصلي على راحلته كالقطار والطائرة. يعني إذا، يعني يا شيخ أنا نويت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر بعد الظهر صلى الظهر ثم سافر. نعم. إذا سافر قبل الظهر أخر الظهر إلى العصر. نعم. ده هدي النبي محمد في ذلك. طيب، لكن نحن نفترض فرضا أنك ستخرج من بيتك قبل الفجر. نعم. والسائق لن يتوقف. نعم. لن يتوقف إلا بعد طلوع الشمس. نعم. يجوز لك في هذه الحالة أن تصلي في الباص. نعم. للضرورة. تماما. وبالله التوفيق. بارك الله فيك. فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. الله يطمنا عليك يا رب. يا رب وإياكم. سيدنا، أنا أعمل سائق أوبر. فبسأل ما حكم العمل أيام رأس السنة وأيام عيد النصارى؟ عفوا، ماذا قلت؟ أنا أعمل سائق أوبر. أيوة. زي سائق التاكسي. فما حكم العمل أيام رأس السنة وأعياد النصارى؟ والله العمل أصله حلال، لكن أنت إذا كنت ترى أن في توصيلك لشخص أيا كان وأيا كان اليوم مساعدة على الإثم والعدوان لا تفعل، أما أصل العمل فجائز، سواء في أيام رأس السنة أو في غير أيام رأس السنة. يعني في هذا اليوم نعمل لهذا ولذاك، لا نعلم إلا بعد ركوبي. ما عليك مشكلة أنت. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى العدوي معي؟ معكم مصطفى، تفضلي. كنت عاوز اسأل الشيخ كده حضرتك في حاجة، يعني موضوع مقلقني جامد. خير يا رب. أنا متقدم لحد يعني كويس ومحترم وعلى خلق ودين ومنصور جدا ماديا، فلما سألنا على طبيعة عمله قالوا إن هو يعني بيشتغل في شركات التخليص الجمركي. تمام؟ سامعني يا شيخ؟ أي سامعك. تمام. فلما سألت طبيعة عملك ايه مثلا او كده، هو قال ان هو بيبقى وكيل عن المستوردين. ماشي. يعني وكيل بمعنى هو خلاص علم السؤال، هو يعمل مخلص جمركي احيانا،
يفعل بعض الأمور لتخليص أعماله، لكن نقول في الجملة إذا كان دينا، دينا يعني إيه؟ يعني على دين وخلق، على دين مصلي يعرف الله، الصلاة في وقتها يخشى الله، وهو يعمل مخلص جمركي، فدينه إن شاء الله يمنعه من أي شيء حرام. هو ما يسألنا في الدقائق دقائق الأمور نستطيع أن نجيبه، لكن في الجملة ما نستطيع أن نمنع من الزواج به. يعني هو شغلته حلال ولا حرام؟ لا، التخليص الجمركي لازم للناس من مخلص جمركي. حلال يعني؟ حلال، الشغل حلال، لكن هو هل هو يرشي؟ هل هو يخرج مواد محرمة ممنوعة؟ ايه بالضبط؟ لا لا لا، ما انا هقول لحضرتك، سألته؟ مش حكاية سألته، انا بقول لك انا الكلام اجمالي القول، اجمالي القول، ان كان دينا وصالحا سيعرف حدود الله ويتقي الله فيها، ان كان غير دين فيشك في امر انه ممكن يرشي، ممكن يدخل مواد محرمة، ممكن يدخل مواد منتهية الصلاحية. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. حضرتك يا شيخ، ممكن حضرتك تدعي لي بس ان ربنا يرضى عني ويذوقني الجنه، ولكن انا دعوته زياده. الله يرضى عنا وعنك وعن السامعين والسماعات وكل واياكم الجنه. انا في اختصار بس سؤال، انا كنت كسبت الغضب وبدات ان انا قلت هتحكم في نفسي، فرحت النهارده لمحل اشتري قطعه ذهبيه، البائع طبعا اداني سعر اقل وانا عندي القنوات وعارفه الاسعار وكده، فكلمت صاحب المحل، فبعدين لقيته تلعثم كده في الكلام، قلت له هو سعر الذهب بكام؟ ما كانش راضي يرد اختصارا اكتر. قلت له، قال لي بسعر اقل، قلت له خلاص اشتري بالسعر ده، قال لي السعر الحقيقي. فالمهم قلت له انا هبيع طيب بسعر بكام؟ فقال لي برضه سعر اقل، وصوتي كان عادي وكان في ناس بتشتري. هل انا قسمت ان انا عديت يعني ما اتخانقتش بس كان صوتي عادي؟ انا عايزه نصيحه. خلاص بعد كده خفض الصوت. رقمان يوصي ولده يقول واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت نايم ولا إيه بالضبط؟ صح معنا كده. والله يا عم الشيخ نايم. طيب نايم تكلم وأنت نايم من تحت اللحاف يا عم. صح وكلمنا زي ما بنكلمك. تفضل. أنا خدت حالك عم الشيخ تدعي لي. الله يعافيك يا أخي وسلمك. السلام عليكم. سلمك الله يا فضيلة الشيخ مختار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نعم. من فضلك يا شيخ، بالنسبة عندي سؤال في حج التمتع، من بعد يوم عرفة ماذا نفعل؟ يعني أنا أسمع التحلل بعد يوم عرفة. أيوة. تنزلي ترمي الجمرة الكبرى، وبعد ذلك إن كنت ستوكلي أحد للذبح ذبح عنك، وتقصري شعر رأسك، وإن استطعت أن تذهبي تطوفي طواف الإفاضة وتسعين سعي الحج فعلتي. إن أردت أن تخير يوم من يومين إلى أن تستريحي جاز لك، لكن الأولى تذهبي إلى الحرم وتطوفي طواف الإفاضة وتسعين سعي الحج، وتمكثي ترجعي إلى منى، ترمي الجمرات، تبيتي في منى الليالي التشريق إن استطعتي، وترمي الجمرات الثلاث، وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. بعد أن تنتهي أيام التشريق تطوفي طواف الوداع وتنصرفي. طواف الإفاضة يا شيخنا بيكون أول يوم التشريق؟ لا، أو يوم العيد إن شئت، إن أردت السنة، لكن ممكن تأخريه لثاني يوم لثالث يوم. هي ايام التشريق بتبدا من يوم الثاني يا شيخنا؟ 11 و12 و13. تمام يا شيخنا، شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. الشيخ، انا اعرف واحد بيكلم بنات في الجامعه وكده، فكنت عايز حضرتك تنصحه يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وإذا كان هو لا يحب ذلك لأخته، فكيف يستجيز أن يقتحم الحرمات
حرمات الناس، فقل له يتقي الله ويحافظ على دينه وعلى بنات المسلمين. حكما كان في ثياب نجاسة وأعطاه لأمه لكي تغسلها ونسي أن يقول لها بها النجاسة ولا يعلم إذا مسكت قبضة الباب أو غيرها. ما في مشكلة يا محمد ابن خالد، ما في مشكلة، ما في شيء، خلاص أعطاه تغسلها، غسلتها الأم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. تفضل. الشيخ النهارده كنت بصلي الجمعة، قعدت كده 5 دقايق. نعم. كنت تصلي الجمعة وبعد الخطيب ما يعني الخطبة ما كانتش كويسة. طيب وبعد؟ تركت المسجد ورحت صليت في مسجد تاني. طيب وبعد؟ هل على ذنب؟ ما عليك ذنب، لكنك أخطأت في الصنيع، أخطأت الصنيع. صلاتي صحيحة يعني؟ إن شاء الله الصلاة صحيحة لكن لا تعد. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله بخير. أنا كنت كلمت حضرتك من يومين كده يا فضيلة الشيخ، كنت بستشيرك في أمر من أمور زكاة المال وكده، وحضرتك قلت لي أنت شخصية ماكرة. هل المكر ده فضلت الشيخ من صفات المنافقين او هو صفه مذمومه؟ لان الموضوع ده لا يعني لا ممكن تكوني عفوا لا يعني ممكن تكوني مثلا تتاولي تاولا مثلا غير صائب، يعني تتاول تاولا بس لمصلحتك، تتاولي تاولا غير صائب، فنعتذر عن الكلمه جزاك الله خير. لا ما والله يا فضلت الشيخ مش بقول كده عشان ما يعتذرش. طيب بس انا نسيت السؤال، انا نسيت السؤال. اي لا انا كنت بسال حضرتك عن امر زكاه المال، هو حاجه بتخص زوجي بس انا بحاول اتحرى الحلال والله يا فضيله الشيخ. كان هو مبلغ من المال كان محطوط في البنك الاسلامي، وحضرتك افتتني وكنت اتكلمت حضرتك وقلت لي يعني البنوك شانها واحد، وكنت خرجت يعني المبلغ من يعني قلت لزوجي وكده وخرجناه من البنك وجمدناه عمله وكده، فكنت بسال حضرتك على عفوا افتكرت الدولار. ماشي افتكرت ذكرت على كيفية إخراج قلت لك يعني كنت بتحرق يعني والله. أيوة بس صبرا بس علي، خلاص أنا فهمت السؤال. أيوة. السؤال عندك $1,000. أيوة. زكاتهم $25. أيوة. فأنت أنا فهمت يومها من حضرتك والله. الله يا أختي يعني رجاء لوجه الله تسكتي. أيوة. رجاء تسكتي لوجه الله. حاضر الأخت معها $1,000، يفترض أن وقت الزكاة جاء وعليها من الألف $25، افترض أنها تخرج $25 وتبحث في حالة الفقير وتغير، إن كانت ستسلمه دولارات لا مشكلة لا إشكال، إن كانت ستغيرهم تغيرهم كما تغيرهم لنفسها بأعلى سعر بأعلى سعر. لكن الأخت ما الذي حملنا أن نقول لها إنك ماكرة؟ تريد أن تغير الدولار الآن $25 لجنيهات ولا تخرج الزكاة الآن، تخرجها بعد مدة. طيب هب أن الدولار زاد بعد مدة، فقلنا لك صورة الصورة النظيفة خلاص أنت لا تريدين أن تخرجي الزكاة الآن، معناها وجبت عليك ويجب إخراجها إذا وجد المصرف. ما أنا فهمت من حضرتك بقى فتحفظيهم دولار يعني رخص غلي كما هو. هو كان بيعمل كده فأنا كنت بسأل حضرتك عشان مثلا يعني المهم انتهى الأمر يا أختي أجبناك الله يغفر لك. الله 25 دولار عليك تخرجهم $25 وسلامتك. الله يكرمك بدري بالإخراج. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده سؤالنا مولانا. تفضل. ما هو المقصود بالأذى في قوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا أليما؟ وفي حديث قدسي صحيح انكم لن تبلغوا ضري فتضروني. ده السؤال الاول. السؤال الثاني، ما هو اللعن الكبير؟ يعني معروف ان اللعن هو معنى اللعن هو الطرد من رحمة الله، فما هو معنى اللعن الكبير في قوله ولعنهم لعنا كبيرا؟ صدق الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اما كيف يؤذي الشخص ربه سبحانه والله لن يضره أحد من الخلق، فجاء ذلك في الحديث القدسي
قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب ليله ونهارا، يعني يلعن في الزمن، يقول يلعن هذه الأيام والتي جاء فيها ويسب الدهر. صورة أخرى من إيذاء العباد لربهم يدعون له الولد، وهو كما في الحديث ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. هذا جواب السؤال الأول. أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم صوره متعددة، فتكذيب رسول الله أذى لرسول الله، الحاق الضرر رسول الله محاولة سم الرسول أذى لرسول الله. صور الأذى لرسول الله تتعدد من أهل الكفر وأهل الشرك والعياذ بالله. أما اللعن قد يكون اللعن كبيرا، قد يكون اللعن صغيرا، فقد يكون مثلا فلان طرد من رحمة الله، لعن الله الربا وأكل الربا، لعن الله أكل الربا، فهذا لعن. لكن لعن الكفار يختلف عن لعن أكل الربا. لعن أكل الربا وإن استجاب ربنا لدعاء من لعن أكل الربا، فاللعن لا يعني الطرد من رحمة الله الأبدي، طرد الأبدي من رحمة الله. لكن لعن الكفار طرد دائما وأبدا من رحمة الله. لعن الله الخمر مثلا وشاربها، طرد من رحمة الله شارب الخمر، لكن ليس الطرد طردا كليا مجملا. أما لعن الكفار فلعن طرد تام من الجن من الجن من الجنة والرحمة، والله أعلم. يعني نستطيع القول مولانا أن الأذى المقصود في حق الله يقتصر على الإساءة لله عز وجل، وليس ولا يتعدى إلى الضرر. طبعا طبعا، وكلاما فقط، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني كما تفضلت. جزاكم الله خيرا. وياكم وياك شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا سألتك سؤال عن الطلاة، بس كنت عايز أوضح لك نقطة بسيطة يعني. تفضل. حضرتك أنا كنت باخد العلاج اللي هو النفسي، والدكتور قال لي الطلاق لا يقع في الوقت اللي أنت بطلت في العلاج بمزاجك، فهل الطلاق يقع؟ مش هو الطبيب الذي قال لك أنت حالتك مرضية ولا تؤخذ بكلامك، هو يتحمل ذلك بين يدي الله. تمام، شكرا. السلام. يا أخي اصطر على نفسك يا أخي، أنت كل أنت ابن 6 سنوات، اصطر على نفسك، ما تكرر هذا السؤال يا عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا، يا رب تكون بخير. أحاول أختصر قدر الإمكان، اعذرني. أخويا تعرف على بنت في فترة من الفترات، وهو ما كانش مقتدر أنه يتجوز يعني، فهي البنت ساعدته أنه هو يتجوز واتجوزته، وتحملت هي تكاليف مصاريف الفرح لحد حاجات كتير جدا تحملتها يعني. وبعد كده اتجوزوا في شقه مفروشه هنا في مصر، والبنت كانت بتسافر الكويت، وهم كتبوا قايمه بحاجات كده، قايمه بحوالي 300,000 جنيه، لا هي جابت عفش ولا هو جاب عفش. لكن وقع. نعم وقع. نعم. وقع وقع القايمه. وقع على القايمه. وبعد بعد كده هي سافرت حضرتك الكويت، وهي كانت وعدها ان هو هتاخده معاها ويستقروا هناك في الكويت ويبداوا حياتهم هناك، بحكم ان هو مش مقتدر ماديا يعمل حاجه هنا. وبعد كده حصل قفله الكويت دي، وبعد كده ما قدرش يسافر، وهو اخويا بقى اتعرف على بنات هنا في مصر، وهي البنت عرفت وبنات كلمته، وهي قررت في وقت من الاوقات ان هي ما تكملش معاه، وهو كمان مش عايز يكمل معاها، ومختلفين. ايه حقها الشرع يا شيخ؟ عشان هذه قضيه تسمع من الاطراف، بس اخوك مش محترم للمعلوميه يعني. الله يصلح حاله. البنت يا اخي سعادت اخاك بالظبط، وساعدته في تكاليف الزواج وفي بناء الزوجيه، وارادت ان تبحث له عن عمل اخر في دوله اخرى حيث يصبح ثريا. خاد ما قبل الاحسان باحسان، ما
ما قبل الإحسان بإحسان يلزم بتبعات الطلاق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ تفضل. أخوك يجري الآن تسجيل هذه المكالمة. نعم أنا أسجل بس السؤال والإجابة بعد إذن حضرتك. تفضل يا حبيبي. جزاك الله خيرا. أخوك حسين حماد من الدقازيق. تفضل يا حسين. الله يبارك فيك. هل يصح أن نقول عيسى نبينا؟ ما نحن نشهد لعيسى صلى الله عليه وسلم بأنه رسول من عند الله. نعم. وأنه من أولي العزم من الرسل. نعم. وأنه وجيه في الدنيا والآخرة عليه نعم. الصلاة والسلام. نعم. هذه شهادتنا لعيسى، وأنه عبد الله ورسوله، ليس بإله وليس بابن للإله وليس بثالث ثلاثة. نعم. لكن شرعته لقومه ولنا شرعتنا، قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم بارك الله فيك. طيب هو يعني لا يجوز أن نقول سواء لعيسى عليه السلام أو لغيره موسى أو غيره أن نقول نبينا؟ هو نبي الله. نعم نعم نعم. ونحن وهذا لا خلاف فيه، لأن أحد الخطباء اليوم قال في خطبته نبينا عيسى، فقلت له يا أخي لا تقول نبينا، إنما هو رسول الله ونحن نؤمن بذلك، ولكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال أتيني بدليل على هذا القول، إنما هو نبينا وكل الأنبياء أنبياؤنا، فإن دعوتهم واحدة، فلما استطع أن فقلت هذا القدر لك يا أخي. دعوتهم واحدة إلى التوحيد جميعا صح. نعم نعم. لكن كل له شرعة ومنهاج. فلا ينفع أن نقول نبينا إذا كان يقصد هو نبي من عند الله ونحن مؤمنون به، كلام صحيح. إذا كان يقصد أنه لا بأس أن يقول نبينا، يا أخي اسفه، كما نقول على النبي محمد نبينا صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا إخوة، الله يغفر لنا ولكم. نحن نؤمن بالأنبياء جميعا، نؤمن بالأنبياء جميعا، قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. لكن كل نبي له شرعة ومنهاج، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فلا نلزم بشرعة موسى صلى الله عليه وسلم، لا نلزم بشرعة عيسى صلى الله عليه وسلم، لا نلزم بالشرعة هذه إذا خلفت شريعتنا. أما إذا وافقت شريعتنا هذا الكلام فنحن على العين والرأس. وشرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه، ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه، لكن نقر أن عيسى نبي الله عليه الصلاة والسلام. تفضل. السلام عليكم. ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أخ مصطفى العدوي، من فضلك محتاج معاد مع حضرتك، هاجل حضرتك الخلاف في المراس وكده. أنت جاي من أي البلاد؟ أنا من أسيوط يا فندم. لدى أنا في المنصورة بعيد عنك، ممكن تكلمني في الهاتف الخاص، نخلص الدور في الهاتف. هاجل حضرتك. طيب ماشي، بس عايز معاد. يعني أنت عارف من 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 أسيوط لعندكم كم ساعة؟ عندنا 10 ساعات على الأقل مواصلات، فكلمني في الهاتف. مش بعرف أتواصل مع حضرتك على. كل رسالة أخوك صاحب أسيوط وأنا أطلبك إن شاء الله. حاضر. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. ربنا يبارك في عمرك. معلش يا شيخ، انا كان عندي سؤالين. تفضل. انا رحت كنت في العمره الشهر اللي فات، وبعد لبست لبس الاحرام طبعا قبل ما نمشي من هنا للقاهره، ف لما رحت الفندق اخدت دش ورشيت بعض جزء من العطر كده على لبس الاحرام، ففي حد من اللي معايا من الاخوه قال لي عفوا، هذا قبل الإحرام أو بعده؟ لا لا، ده أنا رشيت على لبس الإحرام. أيوة، يعني رشيت على لبس الإحرام قبل أن تهل؟ قبل العمرة، قبل ما أعمل العمرة. قبل ما تنوي، قبل أن تنوي.
قبل ما اعمل العمره، انما انا مشيت من القاهره. طبعا انا نويت ان انا رايح اعمل عمره، فلبست لبس الاحرام ومشيت. رحت الفندق في مكه، رشيت جزء من البرقان على لبس الاحرام قبل ما اعمل طواف الكعبه والمناسك بتاعه العمره. ايوه يعني بعد ما اهللت. انا مش عارف ايش يصلح له. اول مره كنت اروح، يعني انا اول مره كنت اروح اعمل عمره. طيب المهم بس عشان نفهم بس المسألة على وجهك. فبس يا شيخ، في حد من الاخوه اللي معايا قال لي ده غلط، فانتهيت، ما رضيتش اكمل الاثر اللي انا كنت بعمله، وكملت عمرتي عادي. فده في اسم ولا في حاجه ولا في؟ لا، معذور بجهلك. طيب في سؤال ثاني. طيب انا خدت مصحف من مكه، كنت بختم فيه، كان ليا ورد كده، كنت قبل ما امشي من القاهره كنت ناوي اعمله، فاخدت مصحف من مكه والمصحف فضل معايا لحد ما رحت المدينه وسبته في المدينه. مصحف من المصاحف الحرم؟ مصحف من المصاحف اللي في المسجد الحرام، وسبته في المدينه، سبته في المسجد النبوي. يلا ربنا، والدتي بتقول لي ده غلط، فانا عشان كده قلت اتصل بحضرتك. يا ربنا يغفر. باعتبار المسجدين يعني مردهما واحد في الانفاق عليهما، فان شاء الله ما فيش مشكله ان شاء الله. طب يعني مش واجب علي ان انا احط مصحف مكانه او حاجه يعني؟ لا 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 لا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اعذرني يا شيخ، انا اللي كنت بكلم حضرتك في المشكلة بتاع البنت واخويا والكويت، فانت قلت لي يلزم بتبعات الطلاق، فهل هو ملزم بالقايمة اللي اتمضت برغم ان هي طبعا مش هو دخل بالمرأة ام لم يدخل بها؟ نعم، دخل بها ولم يدخل؟ دخل بها وعنده. طيب افترض ان لها مهر ولا ليس لها مهر؟ لا، ما كانش لا، شرعا واتوا النساء صدقاتهن نحلة. تمام، يعني المهور فريضة افترضها الله للمرأة. تمام، فما دام أخوك دخل بها عليه تبعات الطلاق. أيوة، اللي هي القايمة والمهر والكلام ده كله، برغم أن القايمة إذا هو المطلق. نعم، إذا هو المطلق. المطلق عليه النفقة والسكنى زمن العدة أولا. تمام، عليه إضافة إلى ذلك متعة على قدر سعته، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. تمام، ولها قائمة أثاثها، ولها شبكتها إن كان لها شبكة، وإن كان لها مؤخر فلها المؤخر، وإن كانت عندها أولاد فهي حاضنة ولها نفقة الحاضنة. بارك الله فيك. الله يسلمك. أكلت لحم إبل ونسيت أن تتوضأ وصليت، على رأي الجمهور ما دام فات الوقت الآن، فالجمهور يقولون لا إعادة، فالجمهور يذهبون إلى عدم الوضوء من لحم الإبل، لكن خلاص إن الموضوع تم من زمن فسنأخذ لك برأي الجمهور في هذه المسألة الآن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ مصطفى، أنا كنت صديق للناس إمام، واكتشفت بعد نهاية اليوم إني كنت على جنازة طوال الرياض. أيوه. يعني صليت كل الصلوات إمام بالناس. أيوه. وبعدين اكتشفت إن أنا كنت على جنازة. تعيد الصلوات كلها ولا إثم عليهم، هم صلاتهم صحيحة وأنت صلاتك باطلة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: نصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. لكن صلاتي أنا تعاد. كلها تعاد طبعا. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله بخير. كنت عاوز نصيحة بس من حضرتك يا مولانا. أنا بفضل الله ربنا من عليا بشيء من الالتزام، وعندي مشكلة نفسي والشيطان بيحاربوني في دراسة الجامعة خالص. نفسي أكون ملتزم، اللي هو بيقدم صورة إن هو متفوق دراسيا، بس نفسي والشيطان يا شيخ والله بلاقي صعوبة جدا في المذاكرة يعني، والتشتيت ارقي نفسك بالمعوذتين ما أقوله الله أحد مع الدعاء. والله
والله يا شيخ دعيت كتير وبفضل الله محافظ على أذكار الصباح والمساء. استمر في الدعاء، قال الرسول صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيظهر الدعاء. يا شيخ المشكلة في نفسي أنا مش قادر أحمل. طيب قل يا رب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. معلش عندي سؤالين على عجالة كده يعني. والدتي عاملة عملية مركبة شرايح ومسامير، طبعا هي نايمة ممنوع تخش حمام وكده يعني، ففي قسطرة. طبعا احنا هي مش عارفة تصلي، يعني مش عارفة تصلي ازاي لان القسطرة دي شغالة على طول. احنا قلنا لها تيمن وصلي كده، فمش عارفة هل الموضوع ده صح كده ولا لا؟ لا صح، تصلي ولو كانت القسطرة موجودة، هذه قدرتها. تمام. دلوقتي انا ليا زوجتي برضو في مشاكل بيني وبينها، و طبعا هي سبتني شتمتني شتيمه يعني مثلا قالت لي يا ابن الزانيه، فطبعا انا سبتها. انت لازم يعني تكلم، استغفر الله العظيم واتوب اليه، انت لازم تكرر الكلمه. المهم شتمتك وبعد؟ المهم شتمتنا هي والدتها، بس طبعا انا ما سمعتهاش، انا شفت ديت على تليفونها، يعني انا سمعت المكالمه دي على تليفونها. طيب وبعد؟ وبعد دلوقتي انا عايز اطلقها، انا هل واجب عليا نفقه للاولاد لان هي سابت البيت ومشيت؟ فانا لازم اقدمها ازاي دلوقتي؟ انا كده هطلقها طبعا يعني. طبعا على اجراءات الطلاق دي ما تتم، هل المفروض انا ملزم ان انا اصرف على الاولاد ولا لا؟ الاولاد تصرف عليهم. وبعدين كلمنا على الهاتف الخاص. اختي سحر شيحاته، ما سؤالك؟ الله يغفر لك، كررتي كلام مرات. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام وبركاته. عندنا سؤالين لو سمحت. تفضل. السؤال الاولاني، طالبه بتسال في لجنه الامتحان اذا ترك الملاحظان اللجنه وسمح للطلاب بالغش، هل للطالبه ان تغش مع اللجنه؟ هو انا امام نصين، يعني امام حديث رسول الله من غشنا فليس منا، وامامنا ان الكل الان ينظر تسويب غيرها في والله يا اخي عافيني من الجواب على هذا السؤال، معلش. طيب خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ بس لدي ثلاث اسئله بسيطه. تفضل. السؤال الأول يا شيخ، إذا كان شخص يعني ينتسب لعشيرة، يعني ينتسب للهواشم، ولكن ينتسب إلى فخذ معين وبنسبة كبيرة جدا، بنسبة كبيرة أنه ينتسب إليهم، ولكنه ليس يقينا، فهل يجوز أن يقول أنه ينتسب للعشيرة الفلانية هذه أم أن هذا لا يجوز؟ يبني على الغالب. نعم يبني على الغالب. أيوة. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. شيخنا اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله بخير، جزاك الله خيرا وغفر الله لنا ولك يا رب امين. فضل سوره الكهف في يوم الجمعه، ما ثبت الخبر مرفوعا الى رسول الله ولكنه موقوف على ابي سعيد الخدري. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. سؤال بعد اذن حضرتك. انا كان لي احد اقاربي كان وكيل ان هو يعمل لي معامله مع شخص ما، الشخص ده يعرفه كويس، و
فانا اديت لقريبي فلوس المال يعني بحيث ان هو يوصله للشخص اللي هيعملي المعاملة. الشخص عمل المعاملة على اكمل وجه، وقريبي اداله جزء من المال وجحد الجزء الباقي. فالشخص اللي عمل المعاملة بيطالب دلوقتي بفلوسه، فمين يعني انا عليا ايه ممكن اعمله معي؟ يعني هو يعني انت متيقنة ان قريبك لم يوصل له المبلغ؟ نعم نعم متيقنة. طيب ممكن ترد للرجل فلوسه وتاخدي الفلوس من قريبك؟ هو قريبي جحد المال يعني هو نصب علي يعني. طيب يعني والشخص الاخر يعلم تماما ان قريبي ده اخد المال مني ولم يوصل. بس انت وكلت رجلا نصابا، انت وكلت حرامي، فانت الذي اخترتيه. نعم الله دفع الفلوس للرجل. اشكرك الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلتك، والعمل في الضرائب العقارية ده حلال ولا حرام؟ يعني خفف على الناس قدر الاستطاعة. لا والله سأقول لك حرام بس ما استطيع اجزم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم كنت عايز اسأل سؤال يا شيخ. سل انا ليه واحد صاحبي عمه شغال في اجهزه الحريق والانذار في البنوك، هو يشتغل معاه وبيقول لي ده يشتغل معاه. ما في مشكله. مفيش مشكله؟ لا ماشي كده كله كله خير. نحن لا نريد ان تحترق البنوك. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله ربنا يبارك فيك يا شيخ. بس حضرتك كان عندي سؤالين او ثلاثة كده بس في عجالة يعني. اسأل. لا يا راجل اول سؤال احنا النبي صلى الله عليه وسلم كان اشد حياء من العذراء في خدريها صح؟ صح. انا عايز افهم معنى الحياء دوت يعني. الحياء؟ يعني كيف كان حياء النبي صلى الله عليه وسلم كده؟ وهل الحياء دوت في فرق بينه وبين الخجل؟ يعني انت عايز محاضرة في الحياء؟ لا لا يعني كلمة كده بس يعني. اصلا انا يعني لما قرأت الاحاديث اللي جت في باب الحياء كده مش فاهم. يعني انت ما تعرف الحياء يعني؟ والله انا اعرف المعنى. غط نفسك انت لا تستحي. نعم واحد بيقول لك استر على نفسك انت لا تستحي. يعني مثلا واحد يقول لك استر نفسك انت لا تستحي، مش عارف معناها يعني ايه؟ لا عارف معناها. عارف معناها؟ ايوه طبعا. ما تتعرض شويه يقول لك يا اخي استر نفسك انت لا تستحي. تيجي تاكل مثل الحلوف، عارف الحلوف اللي بياكل كده جشع؟ نعم برضو. نعم يا اخي استحي يا اخي، في رجال كبار امامك ما تاخذ الاكل من امامه وما تاكله، صور متعدده. طيب الشكل الحياء الشديد دوت يعني الحياء بيبقى احس انه مبالغ فيه كده يعني. الحياء صور متعدده جدا. ابن عمر يقول مثلا انه مثل الحياء في الكلام في حضره الكبار يعني. ابن عمر يقول سال النبي اصحابه سؤالا فقال ان من الشجر شجره مثلها مثل المؤمن اخبروني ما هي، فقال الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة، فجئت أتكلم فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أتكلم. نعم. فهذا نوع من أنواع الحياء. واحدة تستحي أن يراها رجال، فتاة تستحي أن يراها رجال، فتاة تستحي أن يسمع الرجال صوتها، واخد بالك؟ فالحياء صوره متعددة جدا. ويا شيخ الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم شاف في رجل كده بينصح رجل في الحياء فقال له دعه ان الحياء من الايمان. الحياء كله خير صح؟ الحياء من الايمان. طيب يعني الرجل ده كان يعني شديد الحياء جدا يعني. هو شوف يا اخي الحياء له فقه ايضا. قالت ام سليم فضلت انه في فرق بينه يا اخي يا رجل طيب اصبر.
قال رسول الله، قالت أم سليم لرسول الله: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ استرسال المرأة في هذه الأسئلة لا يخدش حياءها، لكن تسأل سؤال تحتاج إليه للضرورة. السلام عليكم. موضوعك طويل أوي يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ طيب الحمد لله. الحمد لله. والله أرجو أن قبل أن أطرح سؤالي يعني أن تكتم صوتي عن اللايف، يعني أخشى أن يفتن المسلمون بما سأقول. لا أستطيع. تكلمنا على الهاتف الخاص، هذا وقت عام للمسلمين. طيب إيه، سأسأل في شرح حديث بس يعني، ولكني معذرة سأل على الهاتف الخاص، هذا وقت عام للمسلمين. طب امرأة عندها غسالة أطباق وزوجها يقول لها: لا تستعملي غسالة الأطباق لأنها تسحب كهرباء كثيرة، هل على الزوجة إثم إذا قام تشغيلها عندما يكون الزوج خارج المنزل حتى لا تحصل خلافات؟ طبعا عليها إثم، لا تدفع تم الكهرباء ماشي. ها؟ زوج يمنع زوجته من تقوم بتشغيل غسالة الأطباق في المنزل بحجة أنها تستهلك مياه وكهرباء كثيرة، هل على الزوجة إثم إذا قام تشغيلها عندما يكون الزوج خارج المنزل حتى لا تحدث خلافات، ويتفعل ذلك من أجل توفير الوقت لرعاية أبنائها وتعليمهم؟ إذا كان ثري وبخيل ممكن، لم يكن ثريا وكانت حالته مع هذه الأزمات التي يعيشها الناس فقيرا، يعني ارفقي به ولا تفعلي. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته سيدنا. تفضل. سؤال، والله رجل طلق زوجته ثلاث طلقات. سلم يا رب. لك ثلاث طلقات وجعها في المره الاولى يعني، بس هنحكي لك الموقف يعني عشان تشوف اني وجعت واني موقف. المره الاولى نشب بينهم عراق شديد يعني، وتطاولت الزوجه عن الزوج بالكلام والشد، فضربها ضربا برده شديدا، ومن شده غضبه كانت يدفعها وهي تدفعه كده، ومع الكلام بينهم التطاول قال لها من غير ما يشعر، وفي شدة غضب، كان في شدة غضب خالص، ما كانش بدون أن يشعر، دون أن يشعر. تشهد بالله كده أنه كان بدون أن يشعر؟ أنت يعني صعب المسألة، دون أن تشعر؟ الرجل دون أن يشعر قال لها أنت طالق. أيوة، قال لها أنت طالق دون أن فقد يعني العقل. ما كانش حاسس من كتر الغضب ومن كتر المشكلة وغضبها، والعركة عركة بينهم وبين زوجته، عركة بينه وبين زوجته. وبعد طيب. قال لها أنت طالق. ورجعها بعد فترة غضبت ورجعها ايه، رجعها بيته. ادي الاولى. في مشكلة تانية غاب يوم، يعني عفوا يعني اعتبرها تطليقة ولا لا؟ هو في اليوم ده حس ان هو ما طلقهاش لانه كان شديد الغضب، انما هو بينه وبينها قال لها كده احنا في واحدة وجعت بينا وبعض عشان يهددها. عشان لا، مش عشان يهددها، وبعدين عشان تخاف فيها وما تعملش مشاكل. وبعدين عمل ايه بس؟ ماشي. ها، في النوبة الثانية مشكلة بينهم اليوم بالنهار الصبح إيه؟ بعد صلاة الجمعة. أيوة. من شدة المشكلة جسيب لها البلد وراح القاهرة اشترى بضاعة وجيه ورجع ومش عارف ايه وايه، وجيه برضو نفس الحالة على ما هو عليه بالليل، لما رجع بقى بالليل الساعة 11 ولا 12 من القاهرة لقى نفس الحالة على ما هو عليه بينه ايه وبينها. ماشي، ما زال غضبان يعني. لا خلاص، هو هذا بقى راح القاهرة وهذا وفي السكة ده لو انا ماليش نصيب فيها ومش عارف ايه، المهم ورجع وهذا، فحضرت هي اخو الزوج حضرته عشان يحكم بينهم. طيب. وفي الكلام وفي الحكاوي بينها وبين اخو الزوج، فقالت له لو انت راجل طلقني. جه قدام اخوه قال لها انت طالق. ماشي. اترد عليه بعد ما قال لها انت طالق، ردت عليه في نفس الدقيقه. قالت له ما تقول الثالثه بقى ونخلصوا من بعض، قال لها انت طالق. كده ايه؟ دي نوبه كمان، ادي النوبه الثانيه. غضبت عند امها برضه فتره وراجعها مره اخرى. ماشي؟ ماشي. المرة الأخيرة دي بقى من فترة كده غابوا خمس أيام بينهم من بعض، شد وجذب ومشاكل برضو، إلى أن وصل اليوم الخامس لذروة المشكلة. اليوم الخامس وصل لذروة المشكلة. ماشي؟ قال لها أنت صوتها على في الصالة، كانوا في الصالة فصوتها على تقريبا. أدخلها إلى غرفة النوم وإيه، ومن شدة المشكلة برضو تاني يضربها، وهي تحت تشتم أو تتكلم وهو يضربها، لحد برضه ما جه ايه، قال لها الكلمه دي وهي ما قالت، ما هو مش عارف هي قالت له ايه عشان يقول لها الكلمه ديت، قالها لها برضه دون ان يشعر، فجت كده قال له ايه،
بعد ما جالي الكلمه ديت دي الحمد لله وهي بتعيط الحمد لك يا رب الحمد لك يا رب يقول لها انت طالب تيجي جاي لا الحمد لك يا رب تيجي قال لها انت طالب تقريبا مرتين ثلاثه اكثر ما انا لا ادري ايوه في حاجه ثالثه هذه المره الثالثه يعني المره الاولى انت تقول لم يشعر وقال لها انت طالق شده الغضب ما كانش شايفها طيب اصبر وذهب الى القاهره ولم يراجعها لا دي 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 بقى خلاص غضبت ورجعها بقى رجعها جمعها بعد كده ورجعت في النوبه الاولى وخلاص وكده ما فيش مشكله انما النوبه الثانيه اللي راح للقاهره كان في مشكله بينهم خلاص اللي راح القاهره محسوبه والاخيره محسوبه والاولى استحلفوه بالله انه كان خارج شعوره بس حتى تطمئن المرأة للمعيشة يعني الأخيرة محسومة التالية محسوبة والثالثة محسوبة والأولى هي اللي فيها النزاع الآن أنت تقول كان فاقد ويعني لا يشعر وهو يطلق فحلفوه بالله على هذا بس ماشي سيدي ما فيش دليل أنه نحلفه بس حتى تطمئن المرأة معارك اللهم عافنا يا رب خلاص عبد الرحمن بهذا القدر أجتزئ حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق محمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا واسلل سخائم قلوبنا اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم يا ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين اللهم يا سميع الدعاء
تقبل دعاءنا، نعوذ بك يا ربي من قلب لا يخشى وعلم لا ينفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في غزة وفي فلسطين، اللهم واحد صفوفهم واجمع كلمتهم على كتابك وعلى سنة نبيك الأمين يا رب العالمين. عليك يا ربنا بعدوك وعدوهم يا سميع الدعاء يا مجيب السائلين. اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وارفع درجتنا ونور صحيفتنا واستل سخيمة قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. نعوذ بك يا ربي من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.